ما حقيقة بداية الوساطة التي عرضتها بعض القوى السياسية سابقا من أجل مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المحلية؟ وفي حال لم يشارك الصدر، فهل هذا يعني بأن الجمهور الصدري لن يشارك أيضا في هذه الانتخابات؟ أستاذ محمد، في البداية أن يحييك ويحيي زميلتك في الاستوديو وجميع متابعي ومشاهدي قناة تغيير. يعني نعم، كانت هنالك ربما بعض الأطراف الموجودة داخل الإطار التنسيقي كانت تريد أن تقدم يعني وساطة أو ورقة عمل للسيد مقتدى الصدر ل يعني العودة إلى العمل السياسي، أو على الأقل السماح باشتراك الكتلة الصدرية أو من تراها. لكن أعتقد أن هذه يعني لم تجد يعني الأبواب مفتوحة أمامها مثل هذه المبادرات، لأن بالنتيجة أنا أقول يعني السيد الصدر ليس لديه خلاف شخصي مع أي من الموجودين في العملية السياسية. السيد الصدر هو صاحب مشروع إصلاحي، وبالتالي خروجه من العملية السياسية هو رسالة رفض واضحة للمحاصصة ويعني ما تنتج هذه العملية، خصوصا فيما يتعلق بعملية أزمة الثقة التي أنتجتها هذا النظام ما بين القواعد الشعبية وما بين الكتل السياسية. لاحظنا ذلك من خلال المشاركة في الدورتين السابقتين والتي لم تتجاوز 20% من يعني الجمهور الانتخابي. بالتالي أنا أعتقد اليوم أن بعض الكتل السياسية يعون جيدا أن عدم مشاركة التيار الصدري سوف تكون مؤثرة بشكل واضح وتقلل هذه النسبة. لذلك مثلا يعني بعض لاعبي الإطار اليوم بدأوا يستخدمون خدعة سياسية في محاولة التشويش على الجمهور الصدري من خلال الحديث عن أن التيار الصدري سيشترك بقوائم مستقلة أو يدعم قوائم مستقلة. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن مثل هذه يعني مثل هذه الأفعال التي تستخدم من قبل إعلامي الإطار هي مكشوفة لسبب بسيط، أن التيار الصدري أو جمهور التيار الصدري هو جمهور ملتزم. يعني خروجه أو عدم خروجه أيضا يعتمد على رأي السيد مقتدى الصدر أو يعني إشارة السيد مقتدى الصدر، وبالتالي اليوم لا يوجد يعني ما يشير أو ما يدل على أن التيار الصدري من الممكن أن يدعمه. وبالتالي اليوم جمهور التيار الصدري في حال لم يشترك السيد صدر لن يشترك في الانتخابات، هذه مسألة واضحة ومعروفة بالنتيجة. لأن باعتقادي السيد الصدر يعتقد أن اشتراك جمهور التيار الصدري أو اشتراك قوام أو اشتراك التيار الصدري بشكل واضح معناه هو دعم للعملية السياسية التي رفضها والتي يعتقد أنها يعني مرفوضة أيضا من قبل القواعد الشعبية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة المحاصصة.